أعلن العميد يحيى رسول المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أن موكب الوزير خالد العبيدي تعرض أمس لنيران قناصة على الأطراف الغربية لبلدة بيجي، لكنه لم يصب بأذى. وعلى مدار أكثر من عام مثلت بيجي خطا للمواجهة منذ أن استحوذ عليها تنظيم داعش في يونيو 2014 مع اكتساحه لغالبية مناطق شمال العراق وغربه. وإذا نجحت قوات الأمن في استعادة السيطرة بشكل كامل على المنطقة المحيطة ببيجي، فقد يساعدها هذا على الانطلاق شمالا صوب مدينة الموصل التي يسيطر عليها التنظيم، وتعويض فقد السيطرة على محافظة الأنبار غربي البلاد.